أعوام كثيرة انتظر فيها شادي ورنا أن يحملوا أطفالهم بين أيديهم. 11 عاماً تكللت بتوائم ثلاثة أعادوا البسمة مجدداً إلى قلبي أهلهم. هما زوجان من بين 27 زوجاً خضعوا لعلاج ضمن مشروع العقم وطفل الأنبوب الذي يقوده المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني فتى، أثمر بولادة 31 طفلاً وطفلة من بينهم 5 توائم. هو مشروع إنساني وطني بالدرجة الأولى، وهو من أكثر المشاريع اللي مست النسيج الفلسطيني، كون أنه هو بيأثر على تثبيت الأسرة الفلسطينية ومنعها من التفكك والانقسام، بالإضافة إلى أنه إحنا بنحاول أنه إحنا نزيد النسيج الديموغرافي أو العدد الديموغرافي بالتوازن مع العدو. نسبة النجاح 47%، في 27 حالة نجاح من أصل 60، ومن 27 حالة نجاح في حالات توأم. المشروع في لبنان يأتي بعد نجاح المرحلة الأولى والثانية في غزة الذي مولته مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، تلاها مشروعين في الضفة والقدس وموله رجال أعمال فلسطينيين وعرب، بالإضافة إلى مشروع في لبنان. واللافت فيه أن الأزواج هم فلسطينيون ولبنانيون أيضاً من كافة مناطق ومخيمات لبنان. لقد أضافت فتى بصمة جديدة في عمل الجمعيات وأداء الجمعيات من حيث اختيارها للمشاريع أو الفئات المستهدفة. وبعد عام اجتمع الأزواج مع أطفالهم، الابتسامة لا تفارق قلوبهم ووجوههم، فالبعض منهم انتظر 16 عاماً ليحمل طفله بين يديه. من يوم الحمل ليوم الولادة كانت أسعد أيام حياتنا، يوم بيوم ولحظة بلحظة. نشكر الدكتورة جليلة دحلان، هي اللي رجعت الضحك لقلوبنا وأسعدتنا وبارك الله فيك. هي مسيرة طويلة من العطاء في شتى أنواع العمل الإنساني يقودها مركز فتى بمؤسسيه ومتطوعيه، من الاهتمام بالمرأة والطفل وجرح الحرب والمعوقين إلى الطلاب والأيتام والفقراء. عطاء يتسلح بإيمان راسخ في زرع الأمل وتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين في الداخل والشتات. ليلى خليل الغد، صيدا، جنوب لبنان.